نامي لا تفكري فيه سوهان، يلا. ما عم فكر فيه. بشو عم بتفكري لكان؟ فينا. وبمستقبلنا. وكمان بابننا. يعني كيف بدها تكون حياتنا؟ شوفي. بتصدق إذا قلت لك جعت؟ شو حضر لك؟ في شي معين ببالك؟ يعني أي شي بتاكل بهيك وقت. إيه ماشي، رح حضر لك سندويشة وجيب لك إياها لهون. لا حبيبي، أنا بدي أروح معك. تعالي يا روحي. يلا. تمام. تفضلي حبيبتي، هلا انت عدي هون وانا رح احضر لك سندويشتي الخاصة تبع الليل. مستحيل تلاقي مثلها عند غيري. ماشي. هي خاصة لإلك. ولبين ما تجهز احكي لي لشوف. شو احكي؟ عن يلي كنتي عم تحكي عنه هلا. يعني بقصد عن مستقبلنا وعن حياتنا اللي بدنا نعيشها مع بعض. بشو عم بتفكري بالضبط؟ وشو يلي بدك تساويه كمان؟ بالاول ما رح نضل هون. وين لكان؟ مو عاجبك هالبيت؟ مبلا البيت عاجبني، بس ما بدي ضل عايشه بكورلوداغ. وما بظن انه انت بدك. لازم تكون كرهت هالمكان. بتعرفي سوهان، عن جد كنت بدي اقول لك اني كرهته، بس للاسف ما قدرت اني اقول لك لاني عرفتك هون. ومع هالشي وين ما بدك منروح ومنعيش ما بتفرق معي ابدا. انا المهم عندي انه نحنا نكون مع بعض. وانت رايي بتكون ما احلاك. بحس حالي بحلم، بتعرف جسور. واحيانا بكون مثل الكابوس، صح؟ وقت بتتحول لمنتقم طبعا. تمام، هيك صارت جاهزة. صحتين يا روحي. شكلها بشهي والله. مثل ما قلت لك ما رح تدوقي مثلها، صدقيني يا عمري. ماشي، لندوق. عم بتشر، خدي هاي محرمة. عن جد طيبة كتير. أنا قلت لك إنه رح تحبيها. مثل ما بتعرفي سوهان، أنا رجال علي دعاوي كتير وما فيني أتحرك أبداً لأخلص من المحاكم. وبس أخلص، وين ما بدك وإمتى ما بدك منروح ومنعيش بأي مكان وبالشكل اللي بتحبي. معناها صار فيني فكر. ولما اخذ قرار رح خبرك بكل شيء. تمام. جسور، شفت كابوس حبيبي؟ ما حدا رح يقدر يأذيكن أبدا، رح أحميكن ولو كلف الشي حياتي كلها. أنا ما رح أسمح لهن أبدا. كل هالقد متعلق فينا، لا تقلق، ما رح يصير شي بالمرة. لا تقلق.
حدا رح يقدر يأذينا. لا تخاف. تعالي يا روحي. يلا بيض. بدك تاكلي مو على كيفك، بدك تاكليها كلها. حاضر امي. اذا رح ضل هيك رح صير سمينه، بتعرفي هالشي؟ ايه هيك احسن. بتصيري احلى بكتير روحي. لا تواخذوني، بجوز قطعت عليكم رومانسيتكم، بس مو ناويين تحددوا موعد العرس بقى؟ انا برايي لازم تساووا هالعرس قبل ما يكبر بطن سوهان اكثر ونصير علكه بتم الناس بالبلده. حكي الناس ما بيهمني، وانت بتعرفي هذا الشيء. صحيح، يعني مع حق، نحن ما لازم نطول بالعرس، والا الفستان ما عاد يلبق لي. هالمره انا بدي البس فستان. ايه طبعا رح تلبسي كل شيء ما كان فينا نساويه رح نساويه هلا، العرس، الحنه، الفستان، الضيافة، وكل شي. ما بعرف شو في ببالك، بس ضلت حسرة بقلبي، ما رح انبسط لحتى ارقص بهالعرس، لأنه ما كنت عكتب كتابكن الماضي، وهالمرة إذا ما حضرتوا أنا رح أزعل منكن. ها؟ وأنا كنت بدي أسألك عن هالشي. عن جد؟ ما عاد في داعي. اتفقنا. جسور؟ إجا حضرة النائب وقال بده يحكي معك. خير؟ لا تواخذوني لأني إجيت بهيك وقت، بس لا، البيت بيتك. خير صاير شي مو منيح؟ للأسف، بس أنا حبيت إجي وخبرك إنه رضا هرب. ساعدوا سائق السيارة توران، شفناه بكاميرات المراقبة، وبعدين فقدنا أثرهم. وتوران بدنا نراقبه بس لحتى يجي على كورلوداك. وليش ما رح تحبسه؟ مو دغري يعني، ما بدنا نلفت انتباهه، بس لبين ما نمسك رضا. وكيف حالتهم؟ رجال الشرطة. واحد منهم مات بموقع الحادث، والتاني حالته خطيرة. ها، ما في شي عم يتغير، لسه هذا المجرم قاعد عم بيقتل الناس. عملنا كل جهدنا لنفوته على السجن، وشو يلي صار؟ فلتنا من ايدينا بليلة وحدة. شفتي انا ليش كنت بدي اقتله؟ مشان هيك بالضبط، ما كان في عندي غير هالحل سوهان. جسور ليك، ما بدي اسمع منك هذا الكلام بنوب، ماشي؟ ولا حتى تفكر بالموضوع. لا تقلق، انا ما رح فكر بنوب، بس يا حضرة النائب لازم نلاقي أي طريقة لحتى نوقف هالحقير. أساساً كل الجهات عم تحقق بالموضوع، مو بس بكورلوداك، بكل البلد عم ندور عليه، وما في إله أي مهرب، أكيد رح نمسكه. لا تقلق، ما عنده أي حل، يا بده يهرب برات البلد، يا بده يرجع لحتى ينتقم منك. بس لا تخاف، أخذين كل الاحتياطات، بس يحاول يقرب منك رح نمسكه. مع هيك لازم تنتبهوا، أنا رح أفرز حارسين على مزرعتكم، طبعاً على مدار 24 ساعة. أها، شي حلو، مجهزين حالكم منيح، يعني حياتنا رح تكون بين إيديكم هلأ. جسور، ما في عنا حل، ما عنا حل غير هاد حتى نمسكه، بس لا تقلقوا، أكيد رح نمسكه. Thank you.
شو بك حبيبي؟ ليش هيك عيونك دبلو؟ ما بدي اياك تضعف من اول وجديد. انت قررت وعدتني انك ما رح تعمل شي، فرجاء لا تنسى. ما نسيت يا سوهان، ما نسيت. ليكي مثل مو شايفه، انا قاعد هون وما عم ساوي شي بنوم، وهداك الرجال برا وعم بيخطط من جديد، هلا عم يسرح ويمرح على كيفه مثل العاده، قاعد وايدي مربطين وما فيني ساوي شي بنوم. ما في شي مثل الاول يا جسور. ايه بالاول ما كان في حدا عم يلاحقه ابدا، ما كان في اي حدا بيعرف شو في بباله بدون اثبات يا جسور، صح ولا لا؟ في شغلات كتير تغيرت. شو يلي تغير سوها؟ يلا احكي، ما بدنا نقعد هون ونضحك على حالنا، نحن رجعنا للخطر من جديد وما في شي تغير. ما سمعت النائب؟ كل الاجهزة الامنية عم تلاحقه هلا، الكل بدهم اياه، حتى رح يضلوا يلاحقوه، وكمان ما بيقدر يقرب منا. لا انا بدي اياه يقرب منا، يا ريت يعملها، بس خليه يجي لعندي، خليه يسترجي ويهددنا لشوف، بركي وقتها بقتله وبخلص منه. ما رح يصير هالشي بالمرة. لو سمحت اهدى شوي جسور، بترجاك اذا بدك تضل عم تفكر فيه ما رح نقدر نعيش حياتنا ابدا. انا ما بدي ضيع ساعاتي ومستقبلي بسبب واحد مثل هذا، فهمني، ما بدي انه نضل قاعدين عم نفكر شو بده يساوي، ما بدي قيد حياتي في بنوب، عم تفهم علي؟ والله معك حق، بس انا من هلا ورايح ما بدي اسمع كلام بهذا الموضوع، ما بدي. خلينا نعيش حياتنا بقى، نعيش مثل العالم والناس يا جسور، بدون ما نفكر برضا. هذا اللي بدي اياه منك. قوم معي، عنا شغل كتير. لوين؟ يلا خلصني. لوين؟ أول شي بدنا نروح على المحكمة سوا، وبعدين رح ندور على مكان للعرس. يلا، يعني خطتنا لساتها مثل ما هي، لازم نجهز للعرس. يلا. تعالي. لسه ما وصلنا؟ استني شوي يا روحي. وصلنا. شوفي لي هالمكان إذا بيعجبك. نفس اللي حلمتي فيه؟ نفسه. كيف لقيته؟ لقيته. يلي بيدور بيلاقي. انت رجال مو معقول ابدا. وكمان اكتر رجال محظوظ بهالدنيا، لاني رح اتجوز بنت حلوه كتير مثلك، وللمره الثانيه. لحق فصل فستان العرس.
مشكلة، خلص منجيب واحد جاهز. جسور، انت معي؟ ايه معك حبيبتي. لا، انت مالك معي. رجعت تفكر فيه جسور، انت وعدتني ما عاد تفكر فيه بالمرة. من زمان ما حسيت بطعم السعادة اللي عم حس فيها هلأ، وما رح اسمح لأي حدا يخرب علي هالعيشة. بكفي إنه أنت جنبي، شو رح نساوي اليوم؟ بدنا ننقي فستان العرس. كيف يعني أنا وياكي؟ العريس ما لازم ينقي مع العروس، ما؟ نحن حكينا بهالشي من زمان. طيب. أنت ذوقك حلو، لازم تكون معي، وبعدين أنا ما رح أسمح لك تغيب عن عيني. يعني مو واثقة فيني؟ بلا واثقة فيك يا روحي، بس تحسباً لأي شيء أنا ما بدي بعدك عن عيني. إيه بس أنا وعدتك إني بقى عائل، والله رح طلع عائل. مو واضح يعني، بلكي حاولت تسبق الشرطة بشغله. قلدم بشما بلاي الكندن بلي براز دلسن براز كندن هاس براز Maceracı Aldım başıma belayı Yüzün ellerin can yakıyor Gamzelerin dert oluyor Gidişin dert oluyor hemen Sesinde aşk var bir ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum Sesinde aşk var bir ben duyuyorum Kalbimde taşla yapamam biliyorum Sabah olunca çık gel bekliyorum Çık gel bekliyorum İlk sofra Koş gel bekliyorum Son şarkı duyulunca Of durmam söylüyorum Sesinde aşk var bir ben duyuyorum Aldım başıma belayı في شي جسور؟ صاير شي؟ لا يا روحي، ما في شي. لا تطلعي فيني، أنا بشرد كتير. كل شي تمام. شو جعتي؟ كتير. أنا اشتهيت هلأ أكلة طيبة. قلي لي شو هي؟ ما تضحك علي. إذا ما حكيتي رح أضحك. شو اشتهيتي؟ باتريك. شو؟ باتريك بتدوقها بعدين بتحكم عليها، رح تندم لأنك ضحكت علي. كانت خالتي تساويها وعلمتني إياها. إبني؟ وأنت رح تعلميني إياها مو هيك؟ إيه طبعاً بدي أعلمك، ولازم تتعلم شغلات تانية غير الأكل الفرنسي كمان.
صارت جاهزة. صحتين وهنا. على قلبك حبيبتي. يلا تفضلوا. يلا. يلا بلشوا. يسلم هالإيدين يا سوهان، كتير طيبة. صحتين وهنا. ما بتفرقش يعني اللي بتساوي يا أمي. عن جد شيرين؟ إذا ما عجبتك حبيبي لا تاكل. بالعكس ما رح أزعل. يعني هيك في شي غريب بالأكل، طعم مختلف. عن جد؟ ايه كمال، الشباب اللي برا أكلوا ولا لسه؟ ايه أكلوا، أنا أعطيتهم فطاير من شي ساعة. لا تاكلهم. حلو، المرة الجاي من دوقهم. أنا رح أفتح. شيرين، أنت كمان بتشتغلي هون يا بنتي؟ أنا سمعت يلي صار بأبوكي، زعلت كتير. العمر إلكم. كمال يلا بدنا نروح. يسلم ايديكم على العشاء، نحن لازم نروح. شو يلي صار لها؟ هي جنت مثل أمها كمان. بابا شو عم تساوي هون؟ يعني ما فيني زور بنتي؟ شو صار لكم؟ لا مو هيك، بس بصراحة تفاجأت وقت شفتك. أنا ما توقعت إنك تجي هلأ. نحنا كنا عم نتعشى، شو رأيك تقعد وتتعشى معنا؟ إيه والله أنا جوعان كتير يا صهري، أصلا حبيت إجي وآكل ببيت بنتي اليوم. تفضل أهلا وسهلا. تفضل. أقعد بابا، أنا رايح أجيب لك صحن. منين طلع لي هذا كمان؟ والله جنيت وقت يلي شفته. والله وأنا مثلك كمان، بس هو هلأ فائد ذاكرته ولهالسبب عم يجي لهون يا روحي، وإلا ما بيسترجي يجي لعنا. لك هو قال لي العمر إلك بدون ما يخجل بالمرة، والله رح جن. ما بعرف كيف اتمالكت حالي وسكتت، جسمي عم يرجف لهلأ. اهدي. شو رأيك نروح نتمشى؟ منروح هيك على طريق الغابة ترتاحي. يلا قومي. صهري ليش حاطت حرس قدام الباب؟ ليش هيك عم تطلعوا ببعضكم؟ صهري ليكون في شي مشكلة، معناها أكيد في، لأنه ما عم تردوا علي صح؟ ايه في مشكلة مزبوط، بس ما فيهم يجوا لهون لأنه في حرس على الباب، يعني إذا شافوهن بيهربوا. جسور عم يتصرف بحساسية شوي، خصوصي بهذا الموضوع، لأنه القصة متعلقة بأمني شخصيا. إيه ممتاز، والله حلو كتير، برافو يا صهري. صحيح سوهان، بدي أسألك، أنت بتعرفي وين عادلة؟
قالوا لي راحت من كورلوداك. ايه صحيح، راحت من هون ولمكان بعيد بابا، بعيد كتير. عن جد بنتي؟ يعني لوين راحت هالمرة؟ ليكون انا زعلتها. ما بعرف بابا، ما بعرف. اليوم أنا شفت جسور وسوهان عم يشوفوا الفستان، رح يتجوزوا بدون علم تحسين. عن جد؟ حلو. ايه والله، وأنا مبسوطة كرمالهم. إن شاء الله تكمل معهم هالمرة. حبيبي بولاند، أنا كمان بدي شوفك مبسوط. حالتك هي مزعلتني كتير. كنت عم أقول يا ترى لو بحكي لك مع بانو شو رأيك؟ أوعك أمي، لا تساوي هيك شي من ورا ظهري، ولا بقى تتدخلي فيني. عن جد هالبيت ما بقى ينطق. يا الله دخيلة، يعني أنا شو حكيت معه؟ أوف أخ بولاند. جسور تفضل قهوتك يا روحي. يسلموا حبيبتي. يسلموا هالإيدين يا عمري. صحتين وهنا. اللوحة شو عم تساوي هون؟ لأنه هاي اللوحة هون مكانها بالضبط. بابا أنت عطيتني إياها هدية عرسي، شو نسيت؟ هذا أحسن شي ساويته. بنتي حبيبتي دائما بالبقى لأحسن شي. سهري ليك، هي اللوحة غالية كتير، أنا بعرف قيمتها. اللي بابا كيف استدلت عبيتنا؟ كوراني اللي جابني وهلكني حتى وصلني لعنكم. ليش شو ساوى؟ كنت عم أحكي معهم شان اللي صار اليوم. قال أنا كتبت الشركة تبعي باسم هالرجال الفاشل، وقال أنا نقلت له كل أسهمي لأسمه. شو خرفت لساوي هالشي؟ والله ما بتذكر إني ساويت هيك أبداً يا بنتي. يعني بابا أنت سجلتهم باسم كورهان لأنه كنت بدك تتقاعد. ما اختلفنا، بس كل هالأملاك رح تكون لألكم بعد ما موت أساساً. يعني ليش لنقلها كلها بس لاسم كورهان؟ بنقلها بس مو كلها إله، هذا واحد فاشل. ليكون أنا مواثق بصهري. يعني أنا بدي شوف الشباب يلي برا شوي وراجع لكم. تمام. موسيقى